قناة النهار عبر يوتيوب تشارككم كل ما تبث، فشاركونا بآرائكم وتعليقاتكم. وبالحديث مشاهدينا عن الطيران، تعد شركة أآش كاترينغ التابعة للخطوط الجوية الجزائرية كنموذج عن شركة جزائرية تقدم منتوج بلدها بمواصفات عالمية، وذلك من أجل تشجيع المنتوج المحلي ولما لا الدخول به في السوق العالمية. التفاصيل مع سوريا شعلال وسارة بالحور. مخطط الحكومة لتشجيع الإنتاج المحلي جعل المنافسة تحتد بين المؤسسات الوطنية والتي أخذت على عاتقها مسؤولية الترويج للمنتوج الجزائري، وهو حال مؤسسة أآش كاترينغ التابعة للخطوط الجوية الجزائرية والمتخصصة في تحضير وتقديم المأكولات الجزائرية للمسافرين. Nous sommes les leaders du Jazair et nous avons tenu à assister de manière à donner l'image réelle de ce que peut faire l'Algérie dans ce domaine. Elle est riche, la cuisine algérienne, من الغرب إلى الشرق، من يعني il y a beaucoup de choses qui ne sont pas mises en valeur. حنايا في الطيران on les met en valeur. La touche algérienne هذه ندخلوها dans beaucoup de compagnies. Il y a des choses اللي في لا كويزين الجيريان ولو ما نفرضوش عليهم يعني لو بلاطو ولا لو بلا الجيريان نديرو توجور كيلكو شوز دالجيريان في لو بلاطو تاعنا. وحنا في العمل تاعنا على مستوى كاترينغ نستعمل كل ما هو جزائري محلي ويد عامله جزائريه واطارات جزائريه، نحاول نقدم احسن ما عندنا ونحاول وحنا الهدف تاعنا نمدو احسن صوره على الجزائر وعلى الخطوط الجويه الجزائريه. لطالما كانت المأكولات المقدمة للمسافرين عبر الخطوط الجوية الجزائرية تثير الكثير من التساؤلات ليتفاجأوا بأنها جزائرية 100%. كنا ناكل المنتوج بصح ما نعرفوش أي بلاد المنتوج هذاك، بصح درك الحمد لله كراني نشوف هكذا ما شاء الله البلاد تاعنا راهي تخدم، وحنا ماذا بينا المنتوج تاعنا نستعملوه حنايا، ما نستعملوش منتوج واحد اخر اللي ما نعرفوش اللي نرهبوا منه، نحبوا ما دايبينا المنتوج تاعنا يعني حاجه امانه، حاجه يعني ما تخافش منها كاع، يعني مضمونه ان شاء الله. خدمات أآش كاترينغ لم تقتصر فقط على المستهلك الجزائري، بل استطاعت ان تفرض نفسها في السوق العالميه لتنافس باقي الشركات في هذا المجال. كاترينغ تاعنا راه في المستوى العالمي، ستاندار انترناسيونو ريكوني، ورانا ايزو دونك 9001 فيرسيون 2008، ونفتخروا بحاجه واحده اخرى ثاني، استعمال المواد الجزائريه. كاين يعني شركه ما نسميوهاش طلبت منا حتى الطعام ودرناه ونجحنا فيه جدا. إذن هي نموذج عن شركة جزائرية ساهمت في تقديم أحسن صورة عن منتوج جزائري بمواصفات عالمية لتتصدر قائمة أحسن ترتيب للشركات الناشطة في هذا المجال. لتصلك آخر مستجداتنا اشترك معنا عبر صفحتنا الرسمية.